الحمد لله بخير، الله يسلمك. نتائج العملية كانت ظاهرة على محيى المعتمر ماجد القادم من العراق قبل إجرائها، حيث نجح دكتور نجيب في شرح تفاصيلها وطمأنة المعتمر، وكانت كذلك ناجحة بعد إتمامها. خلال مراجعتي للمدينة الطبية للملك عبد الله شخصوا لي هذا التشخيص دقيق من قبل الأطباء، فقالوا باكر غدا يعني العملية ما القصرة على حساب الدولة. حققت مدينة الملك عبد الله الطبية بمكة المكرمة زيادة بنسبة 43 في عدد حالات الجلطات الحادة وإنقاذ حياة المرضى خلال النصف الأول من رمضان. ما يتميز به مركز القلب بمدينة الملك عبد الله اللي هي برنامج الجلطات الحادة الناتجة عن الانسداد الكلي للشرايين. فعلى مدار الساعة زي ما بيقولوا 24/7 مدينة الملك عبد الله تعمل على مدار الساعة، وهناك فريق متكامل لحالات إنقاذ الحياة. يعزز وجود هذه المدينة الطبية المتخصصة في مكة المكرمة رغبات المرضى من المواطنين والحجاج والمعتمرين الذين يعانون من الجلطات القلبية الحادة الناتجة عن الانغلاق الحاد والكامل لشرايين القلب أو خلافها من التخصصات الأخرى. هنا بنقدم لجميع المعتمرين وضيوف الرحمن خدمة مجانية وإنقاذ حياة مجانية. أنا أديك بمعدل الشهر الواحد ما بنعمل الجلطات فقط الحادة وفتح الشرايين في خلال 90 دقيقة ما يقارب 50 إلى 60 معتمر في خلال الشهر الواحد. كما قامت المدينة الطبية هذا العام بإجراء 477 عملية قسطرة لكهربائية القلب وزراعة أجهزة منظمات له، وكذلك تنفيذ فيما يقارب من 722 عملية قلب مفتوح. من مدينة الملك عبد الله الطبية بمكة المكرمة، خميس الزهراني، العربية.